أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل جراج بلو باور ومعانا السيد علي مبارك المنصوري. هلا بيك سيد علي. يا مرحبا. أهلا أهلا بك، يعطيك العافية. يا مرحبا، شكرا على حسن استقبال فريق. والله يا مرحبا الساعة. مرحبا بك سيد علي. قبل نتكلم على جراج بلو باور، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد علي مبارك المنصوري وكيف كانت بداية حياته العملية داخل دولة الإمارات. يا مرحبا بكم. أول شيء معاكم علي مبارك المنصوري. أنا بادي الهواية هذه من تقريبا 8 سنوات، وافتتحت الجراج هذا من شهر 3 تقريبا مع بداية كورونا، مع أوضاع يعني كانت متغيرة شوية أو الوضع ما كانش في أحسن أحواله، بس أنت عندك الهواية من زمان. أي نعم أنا بادي الهواية هذه من تقريبا 8 سنوات، والحمد لله افتتحنا الجراج هذا وبدينا فيها الشغل، وثبت الشغل هذا للناس إنهم يشوفون كيف أنا بديت الشغل من ناحية برمجة السيارات وتعديل السيارات وتصليح السيارات. انت حضرتك متخصص في ده اصلا، انت بتشتغل زي ما خبرتني قبل الحلقة بايدك، فانت متخصص في ده. اي نعم، انا متخصص بالشغلات الكهربائية والميكانيكية والبرمجة. لكم التوفيق. يعني نفهم منك اللي انت الموضوع كان في الاول هواية بعد كده صار احتراف. اي نعم، انا كملت في البيت تقريبا اشتغل الشغلة هذه تقريبا من 4 سنوات. الشغل هذا كله أنا أشتغله بإيدي في البيت. عندي العمالة موجودة هي معايا، بس العمالة هذه كانت فقط لشل وحط الأوزان الثقيلة. إنزين، أنا عندي الوقت كله أخصصه للهواية، أني أطور من هوايتي هذه على كثر ما أقدر. لكم التوفيق سيد علي. طيب بما ان احنا دلوقتي سنة في وقت او في عصر الاحتراف، وحضرتك ان شاء الله ما شاء الله عندكم جراج كتير مميز واخد سمعه كتير طيبه داخل اماره ابو ظبي، خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين اكتر بالخدمات والسيرفيس اللي بلو باور جراج بيقدمها. جراج بلو باور يقدم احدث التقنيات من ناحيه التعديل الكهربائي في السياره وبرمجه السيارات وتصليح السيارات او تركيب القطع الميكانيكيه باحدث ما يكون اللي واصلين عليها السنه هذه. يعني انت حضرتك على طول بتواكب التكنولوجيا. اي نعم، كون اب تو ديت. اب تو ديت لاي حاجه بتنزل جديده متواجده عندكم. نعم. في الجراج. اي نعم. طيب ايه بقى التخصص؟ يعني انتم متميزين في ايه؟ نحن متميزين في تصليح سيارات اللي هي ماكينتين، اللي هي ماكينة النيسان وماكينة الجي ام سي. بتوفروا في الجراج هنا قطع غيار ولا بتستوردوها؟ عندكم حاجة انتم متخصصين فيها داخل الجراج كقطع غيار وكهالنماذج؟ كقطع غيار حنا نوفرها نعم، بس نحاول نجيب أجدد القطع غيار اللي تكون موجودة في السوق. اي نعم، نوفرها في الجراج ونخدم فيها الكاستمرز. لكم التوفيق. طيب كجراج مميز زي ده، في كتير من الجراجات برضو شفناها بتشتغل نفس الشغل، اكيد عندكم سر او حاجه مخلياكم بتنفردوا بالتميز ده. اي نعم. ايه بقى سره؟ نعم، هذا هو سره. اول شيء يعني الشيء اللي يميزني انا عن الجراجات الثانيه اني انا اللي اشرف على السياره شخصيا، يعني من ناحيه سيرفس السياره، من ناحيه برمجه السياره، من ناحيه تسليم واستلام السياره، اني انا اكون مشرف على الشغل هذا واني اسلم السياره على اكمل وجه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني علشان يطلع شخص مبرمج
لازم يكون الشخص هذا ميكانيكي وكهربائي ومبرمج، علشان وقت البرمجة يعرف الخلل هذا هل هو ميكانيكي أو كهربائي أو كمبيوتر. فأنت ما شاء الله لامي بالتلاتة. أي نعم، لكم التوفيق سيد علي. طيب أكيد قصة نجاح وكفاح كبيرة ومميزة زي دي ما كانتش هتكمل غير داخل دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات بتقدم لنا الأمن والأمان، شيوخ الدولة الله يحفظهم جميعا بيقدموا لنا التسهيلات كاستثمار كمعيشة حتى داخل الدولة. أنت كمواطن إماراتي موجود داخل هذه الأرض المباركة، شو بيعني لك كل هذا؟ أول شيء عندنا دعم كبير في الدولة من ناحية استثمار في الـ، يعني أنا طالع الدراسة إلى أمريكا بعثة من الدولة، وهذا شيء قدمت الدولة إلي، يعني أني أستلم البعثة هذه وأروح أدرس في أمريكا. كملت أنا 5 سنوات في دراستي في أمريكا على بزنس، على ميجر الفاينانس، والحمد لله طلعنا الشهادة هذه زين، وهذا من دعم من الشيوخ ودعم من الدولة اللي خلاني أروح أدرس برا وأجيب العلم هذا معايا، يعني غير الهواية العلم و علم وتخصص، خليك نعم تبقى متخصص في شيء معين. نعم نعم طبعا. وكأمن وأمان بقى وكمعيشة داخل الدولة كاستثمار، نعم. هل لقيت أي صعوبة وأنت مثلا بتفتح الجراج؟ والله الحمد لله ما حصلت أي صعوبة، حصلت تسهيلات بعد من ناحية أني أنا أفتح الجراج وأبدأ البزنس هذا كله، من يعني من توصل دائرة الاقتصاد هم يسهلوا لك الشغل هذا كله، يعني شو الأشياء اللي متطلبات اللي هم يبونها جدا بسيطة، يعني ما في صعوبة تقول والله شخص بيفتح جراج أو شخص بيفتح مشروع، بالعكس الدولة داعمة للشيء هذا ومسهل الخطوات كلها. الله يحفظ شيوخ دولة الإمارات جميعا ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. في نهاية هذا اللقاء الطيب والمثمر، حابب برضو من حضرتك تتوجه لينا بكلمة أو رسالة شكر أي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك العملية. أول شيء أوجه الشكر كله للوالدين، هم اللي دعموني وعطوني الثقة بأني أنا أبدأ المشروع هذا وأبدأ الشغل هذا، وعطوني حرية الاختيار، حرية اختيار أن الشخص أو الشخص المثمر يعطونا دعم حتى بالكلمة معنوي. هذه الأشياء كلها فادتني، يعني فادتني معنويا بحيث أني أنا أفتح الجراج هذا وأستثمر منه وأبني حياتي على اعتمادي الشخصي، أني أنا ما أعتمد على حد في شغلي أو أخلي حد يسوي الشغل اللي في خاطري أنا أسويه. الله يحفظهم ويخليهم ليك عشان يطلعون هذا النموذج الفعلا كتير مشرف. طيب في نهاية لقائي بقى برضو عايز منك كلمة أخيرة توجهها للشباب، بما ان انتوا جراج متخصص في التزويد والسوالف هذه، فعايز برضو منك كلمة توجهها لهم بخصوص برضو الأمن والسلامة اللي يتبعوها في سياراتهم، الدولة موفرة لهم أماكن للسباقات، انت برضو كشاب برضو موجود داخل هذه الدولة، حابين نسمع منك هذه الرسالة. في البداية أنا أنصح أي شاب أو شابة عنده مشروع ويبي يبدأ المشروع هذا يبدأه وما يحس بالخوف الداخلي، لأن أي بداية مشروع يكون هو الخوف الداخلي. من تتعدى المرحلة هذه أي شيء أنت في خاطرك تبى تسويه بتوصله، ما في شيء اسمه مستحيل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نصيحتي للشباب يعني في تزويد السيارات أو أي شيء، أهم شيء السلامة، يعني أقل شيء في السيارة أنك تحطها في السيارة هذه طفاية الحريق، يعني طفاية الحريق مش مستواها أو مش مهمة، في بعض الناس يشوفونها مش مهمة، أنا أشوفها أولوية في الشغل أن طفاية الحريق في البداية. ثاني شيء الانتباه،
يعني الانتباه في الشغل، الانتباه في الطرق عموما، في الطرق نعم. نتمنى الأمن والسلامة للجميع الموجودين داخل هذه الدولة. نعم، نتمنى له الصحة والعافية. في نهاية اللقاء أنا اتبسطت جدا اللي احنا كنا اليوم معاك سيد علي، ومشكورين على هذا اللقاء الكتير الطيب. يا مرحبا بكم، جزاك خير. مرحب بك. كنا اليوم داخل جراج بلو باور مع السيد علي مبارك المنصوري، وهو من الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.